الرئيس السيسي يوجه بإضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة. مصر تدعو إلى وقف لإطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت فلسطين. القوات الروسية تعلن تدمير ترسانة ضخمة من الذخائر قدمها النيتو لأوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلاً عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية. وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما في ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره يمثل مصدراً واعداً للطاقة، مع العمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي بشأن تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية، خاصة استصلاح الأراضي، وبخاصة في سيناء وجنوب الوادي والدلتا الجديدة، خاصة ما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، وذلك في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص.
استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونغ جين ووك، ورحب المستشار عبد الرازق بسفير كوريا الجنوبية مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدا بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة. من جانبه أشاد السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة بما تتسم به العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، مؤكدا حرص كوريا الجنوبية على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات. كما أشاد السفير الكوري الجنوبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد السفير الكوري الجنوبي على الحرص على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين، مشددا على سعيه لتكوين جمعية صداقة برلمانية بين البلدين. كما وجه الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا الجنوبية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعرض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على مجلس الوزراء والمهام المنوط بتنفيذها لكل وزارة أو جهة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ورئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وزارة البيئة طارق العربي. وخلال هذا الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية التي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين. كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء والبروتوكول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة والملحق العسكري البوركيني بالقاهرة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2023. وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبر القبة، وذلك اعتبارا من الاثنين الموافق 15 من أغسطس الجاري ولمدة شهر. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي، قامت وزارة الداخلية بدعوة براعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي.
وتم اصطحاب براعم شباب حي الأسمرات إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم، وذلك لممارسة جميع الألعاب الرياضية داخل الاتحاد. احنا عايزين أهلنا لما يجوا في الأماكن دي نساعدهم أكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم أكتر، نعلمهم أفضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعدادا كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة، يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة، يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية فتحت باب علمني. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوة جدا. بشكر سيادة الرئيس على الدعوة ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا وخلانا اجي اشوف الناس تحت الشرطة، واتحاد الشرطة كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهاردة كان جميل. حياتنا بقت جميلة جدا لما رحنا الأسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصورة جدا في دراستي وبقيت بروح أماكن جديدة. الحياة بتاعتي اتغيرت 100%. انا كنت في الاول عادي ما فيش اي حاجه اصلا كانت في بالي. اول ما رحت الأسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل افكاري اللي كانت في دماغي اتغيرت اصلا. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب ان يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزاره الداخليه على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافه الفئات بخاصه قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيره بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود، لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة أنا ما كنتش ليها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة هنا في الأسمرات، في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا في النادي، بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكر للينا ده وده فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حقق وبنى، ورى العالم كله بجد حقيقي مصري تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معاه. شكر للينا ده وده فرصة للحياة، حق الإنسانية. بحبكم قوي قوي، وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد، عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديد. الله معاك كمل ويلا احنا وراك. مش متخيله ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزاره الداخليه، وبحبك يا رئيس.
فرحانه جدا ان انا جيت قضيت اليوم ده وموجوده وسط الضابطات والضباط، وفرحانه جدا وبشكر الريس لاهتمامه بينا وغير لنا حياتنا لحياه اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادره هي الاولى من نوعها تؤكد الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه الذي يكتسب اهميه يوما بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، بخاصة قاطن المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، مبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا. احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأسمرات، وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 85 طن مواد غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 77 طناً. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 714 قضية، من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 15 طن أقماح محلية. أفاد مصدر مسؤول أنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي. وأضاف المصدر أنه في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت فلسطين. وأكد المصدر أن مصر تبذل جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، بالإضافة للعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن. أعربت مصر عن بالغ الإدانة لقيام عدد من المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما يعد انتهاكا لقدسيته واستفزازا لمشاعر المسلمين وخرقا للوضع القائم الذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا. وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن مثل هذه الأعمال تؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع، مطالبة بتوفير الحماية للمصلين المسلمين وبضرورة وقف أي أعمال استفزازية واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية. في غضون ذلك شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة شملت مقبرة الفالوجة في بلدة جباليا شمال القطاع.
كما استهدف قصف القوات الإسرائيلية تجمعا للمواطنين الفلسطينيين عند مفترق السامر وسط مدينة غزة ومنزلا شرق البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة اليوم للثالث على التوالي إلى 43 شهيدا، من بينهم 15 طفلا وأربع سيدات، فضلا عن إصابة 311 شخصا. كانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب ومقدساته، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال. وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد. وأضاف أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي. من جانبه طالب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي بالإضافة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي أن الرد الحقيقي والفعال على هذا العدوان يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة وإنهاء الانقسام. كما أشار إشتية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل اتصالاته لوقف العدوان على غزة، ناعيا الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي. بالتنسيق مع إخوتنا في مصر العربية سوف نستخدم معبر رفح من أجل توصيل كل المساعدات التي يحتاجها أهلنا في القطاع. الاتصالات جارية على مختلف الصعد كما ذكرت وبشكل أساسي في مجلس الأمن، وهناك تعنت إسرائيلي كبير في هذا الموضوع وإسرائيل ترفض وقف العدوان، ولكن هناك جهود كبرى من الدول من المجتمع الدولي أعضاء مجلس الأمن بشكل أساسي، وكما ذكرت هناك جلسة لمجلس الأمن، أعضاء مجلس الأمن جميعهم يطالب بوقف العدوان فوري، وكذلك هناك بيانات تنديد واستنكار من مختلف دول العالم من جميع العواصم. هذه العواصم نددت بهذا العدوان على أهلنا، وأعتقد أنه إن شاء الله سوف يتم وقف هذا العدوان، والجهد الذي يقوم به الرئيس والجهد الدولي سوف يأتي بنتيجة. هذا وقد أدانت جامعة الدول العربية اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وحملت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف ومن بينها أعضاء في الكنيست بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان على قطاع غزة، لافتة إلى أن من شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا غدا الاثنين بطلب من دولة فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الطلب الفلسطيني لاقى استجابة واسعة من أعضاء مجلس الأمن. وشدد منصور على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مطالبا المجلس بإدانة العدوان والعمل على وقفه. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 66 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني في محيط تايوان. وأضافت الدفاع التايوانية أنها رصدت أيضا 14 سفينة حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان.
وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الجانبين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن تايوان ليست جزءا من الولايات المتحدة بل من الأراضي الصينية. أضاف الوزير الصيني أن الولايات المتحدة تنخرط فيما وصفه بالجدال بشأن قضية تايوان، لافتا إلى أن إجراءات الصين حيال تايوان عادلة وملائمة وقانونية، فضلا عن أنها تهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها. يأتي ذلك في أحدث انتقاد دبلوماسي صيني للسياسة الأمريكية، وذلك منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. أعلن رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ أن الصين قد استخدمت إجراءات عسكرية تعكر السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك ردا على التدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الصيني حول الجزيرة. ودعا رئيس الوزراء التايواني الصين إلى عدم التمادي في الأنشطة العسكرية، وأدان ما اعتبره محاولات لتقويض معنويات الشعب التايواني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ترسانة تحتوي على 45,000 طن من الذخائر التي قدمها حلف شمال الأطلنطي للقوات الأوكرانية. أضاف الدفاع الروسي أن قواتها قد قصفت مواقع لقيادة الجيش الأوكراني، وذلك في مناطق أوشريتينو وبيرسكا، فضلا عن استهداف الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 173 منطقة أخرى. غادرت سفينة شحن جلوريا التي تحمل على متنها 66,000 طن من الذرة الأوكرانية ميناء تشورونومارسك الواقع قرب ميناء أوديسا الأوكراني. وأضافت وسائل إعلام أن 3 سفن أخرى تحمل منتجات زراعية غادرت من الموانئ الأوكرانية نحو وجهتها المحددة، وذلك في إطار اتفاق تصدير الحبوب. رويدا رويدا تنحل عقدة أزمة الحبوب العالمية من جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. هنا على البحر الأسود، حيث دارت معارك كثيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، باتت سفن شحن الحبوب واحدة تلو الأخرى تنطلق من الموانئ الأوكرانية لوجهات متعددة. مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية أعلن عن انطلاق 4 سفن شحن محملة بالحبوب من ميناء تشيرنوموريسك وأوديسا. المركز أوضح أنه بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي تم بموجب الاتفاق الدولي الموقع في 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا برعاية من الأمم المتحدة. يسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، بالإضافة لاستئناف تصدير شحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية. وينص الاتفاق أيضا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب. ومنذ بداية الأزمة أدى حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود للموانئ الأوكرانية إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب، ومن ثم تفاقمت اختناقات سلاسل التوريد العالمية. وأدى النزاع بين روسيا وأوكرانيا اللتين توفران معا 30% من صادرات القمح العالمية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. قالت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية إن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت 23 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة الماضية. أضافت قيادة العمليات الأوكرانية أنها دمرت رادارا لنظام صواريخ مضاد للطائرات ونظام صواريخ للدفاع الجوي من طراز بانسير، وذلك إضافة إلى مركبتين عسكريتين روسيتين في جنوب أوكرانيا. No!
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أزمة تكلفة المعيشة التي تضرب ملايين الأسر البريطانية على وشك أن تزداد سوءا. وأضافت الصحيفة أن الغاز وهو حجر الأساس لتوليد الطاقة في المملكة المتحدة قد ارتفع سعره بشكل كبير، وقد وصل إلى 400% في العام الماضي و 1000% منذ عام 2019. في تلك الأثناء يترقب البريطانيون ارتفاعا جديدا في أسعار الطاقة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الفواتير لملايين العملاء. توقع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد التسارع الكبير للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري. أشار المعهد إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعود إلى الانخفاض المحتمل في نشاط التصنيع وثقة المستهلك، مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز التجاري الإيطالي. وبحسب بيانات المعهد، فقد انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر يونيو للمرة الثانية على التوالي، وذلك بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بعد تحول نتيجة اختباره بكورونا إلى سلبية، بايدن يخرج من الحجر الصحي. أعلن البيت الأبيض عن خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من تدابير الحجر الصحي الصارمة بعد أن أتت نتيجته لاختبار كوفيد-19 سلبية لليوم الثاني على التوالي. قال طبيب بايدن إن الرئيس يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة بأمان واستئناف رحلته، وقد كانت نتيجة اختبار بايدن قد ظهرت إيجابية بكورونا لأول مرة في 21 يوليو، وخرج بعدها من الحجر بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، ومكث في الحجر الصحي لمدة أسبوع. فرضت السلطات الصحية إغلاقا بمنتجع سانيا في جنوب الصين، والذي يضم نحو 80,000 سائح، وذلك لوقف انتشار فيروس كورونا في المدينة الواقعة على جزيرة هاينان للسوية. وقالت السلطات إن السياح الراغبين في مغادرة المدينة عليهم الحصول على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا بعد إجراء 5 اختبارات PCR على مدار 7 أيام. يأتي الإغلاق خلال الفترة الخاصة بموسم السياحة في سانيا المشهورة بمنتجعاتها وشواطئها. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بمركز العدوى بمحافظة المنيا، حيث يتم تنفيذ محطة صرف ووحدة تنمية للأسرة والطفولة بقرية كفر عبد الخالق، فيما يقام مجمع للخدمات ومجمع زراعي بقرية بني عامر. الجدير بالذكر أن مشروعات حياة كريمة بالمنيا تشمل 192 قرية ب 757 قرية تابعة، وذلك بإجمالي 32 وحدة محلية بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة. وفي الجيزة، نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في قرية أبو غالب بمنشأة القناطر، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة. ضمت القافلة معظم التخصصات الطبية ومعملا للتحاليل الطبية، بالإضافة إلى حملات توعية قامت بها القافلة على مدار يومين، حيث تم الكشف على 1500 مواطن بالمجان وتحويل عدد منهم للمستشفيات لإجراء الفحوصات.
وفي مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة شباب الخير وإحدى شركات الخدمات السمعية. تم خلال القافلة الكشف على 103 حالات منهم 14 حالة تحتاج سماعات للأذن، حيث يتم تقديم الخدمات بالكامل بشكل مجاني. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. قالت الوزارة إنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 من أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من أغسطس. أوضحت الوزارة أنه في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، فقد تم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية وسوف يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022. وقعت مصر اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو، وذلك جزء من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي بميزانية تقدر ب 145 مليون يورو. وأوضحت وزارة البيئة أن البرنامج يعد من أهم وأكبر المبادرات لمساعدة الصناعة على تحسين الأداء والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد بالصورة التي تحقق التنمية المستدامة. يأتي ذلك ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. يعد مركز الحفريات الفقرية بجامعة المنصورة أول مركز متخصص للحفريات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم العديد من الحفريات من العصور الجيولوجية المختلفة. المركز الذي تم إنشاؤه في عام 2019 ويهتم بدراسة التراث الطبيعي للحفريات التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين. اكتشافات كبيرة وإنجازات مهمة حققها مركز الحفريات بجامعة المنصورة على مدار سنوات، وهو ما جعله أحد أهم المراكز في العالم نظراً للكشف عن الكثير من النظريات التي ساهمت في كشف طبيعة الحياة منذ آلاف السنين. المركز يعد أول مركز متخصص للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية والتي يرجع عمرها عشرات بل مئات الملايين من السنين. اكتشافات المركز المتتالية والتي أثرت عالم الحفريات بالكثير من المعلومات جعلت المركز حديث العالم ومزاراً للعلماء من جميع الدول، والتي كان أهمها اكتشاف سادس ديناصور مصري وأول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري، وسمي باسم جامعة المنصورة المنصورة سورس، والذي يعد آخر عصر لظهور الديناصورات. ومن أبرز اكتشافات المركز أيضاً حفرية حوت دوردون أتروكس، وذلك
طول 5 أمتار والتي عاشت منذ ما يقرب من 37 مليون عام، واكتشاف حفرية حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام، وذلك بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة. من أهم الاكتشافات على الإطلاق بالنسبة للمركز واللي قدمنا للمجتمع الدولي والمجتمع المحلي كان اكتشاف الديناصور منصوروسورس، واللي سميناه على شرف جامعة المنصورة، واللي لقى يعني كانت وكالات الأنباء العالمية بتتكلم عنه بشكل كثيف جدا سنة 2018، واللي خدنا منه الفيم أو الشهرة العالمية والمحلية. وكانت من أهم الحاجات اللي قدرنا نوصل بيها باكتشافاتنا إن خلينا رجل الشارع المصري ورجل الشارع العربي يتكلم عن حفريات وديناصورات والتراث الطبيعي للمصري أو العربي بصفة عامة. يعني المركز نشر أكثر من 20 بحث دولي في كبرى المجلات العلمية العالمية، والذي وثق فيه أنواع جديدة من الكائنات التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين، كما ساهم في تغيير العديد من النظريات السابقة عن الحياة البرية قبل وجود الإنسان على الأرض. الجهود العلمية للمركز تمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات، وخاصة حفريات الحيوانات القديمة، والتي تسهم يوما بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة. والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة آية كفوري، إليك آية. شكرا محمد، شكرا ريهام، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، ومنها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الدكتور محمد فريد عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. من جانبه قال الدكتور محمد فريد إن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا وتنفيذا لاستراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، بداية من نشاط سوق رأس المال ومرورا بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يسهم به مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الأفريقية ودعم مجالات التعاون في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تناول اللقاء عددا من المؤشرات الخاصة بالصادرة المصرية الزراعية والتي شهدت طفرة غير مسبوقة ووصلت إلى حوالي 5,600,000 طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال عام 2021، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL إلى 9,500,000 مشترك في يونيو 2021 مقابل 8 ملايين مشترك في نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة قدرها 18.9%. وأظهرت بيانات الإحصاء أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 59,700,000 مستخدم في يونيو 2021 مقابل 41,800,000 مستخدم في يونيو 2020، وبنسبة زيادة قدرها 42.8%. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات جلسة بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين. ربح رأس المال السوقي 6,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 669,600,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجي إكس 30 اليوم عند
10,043 نقطة ليغلق عند مستوى 10,123 نقطة مرتفعا بنسبة 8%. وعن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد فتح اليوم عند 2,911 نقطة ليغلق عند مستوى 1,989 نقطة مرتفعا أيضا بنسبة 4.8%. أما عن مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا فقد فتح اليوم عند 2,835 نقطة ليغلق عند مستوى 2,923 نقطة مرتفعا بنسبة 3.1%. من البورصة المصرية ننتقل معكم إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 19 جنيها 6 قروش وسعر البيع 19 جنيها 17 قرشا. بالنسبة لليورو سعر الشراء 19 جنيها 41 قرشا وسعر البيع 19 جنيها 53 قرشا. نصل للجنيه الاسترليني 23 جنيها وقرشا واحدا وسعر البيع 23 جنيها 15 قرشا. بالنسبة للعملات العربية نبدأها من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات و19 قرشا وسعر البيع 5 جنيهات 22 قرشا. وأخيرا الريال السعودي وصل السعر اليوم إلى سعر الشراء إلى 5 جنيهات 7 قروش وسعر البيع 5 جنيهات 10 قروش. في أسواق المال الخارجية أغلقت البورصة السعودية على انخفاض وسط ضعف أسعار النفط والتي اختتمت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير في ظل مخاوف من ركود قد يؤثر على الطلب على الوقود. وتراجع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.6%، كما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.36%. أما عن بورصة مسقط فقد هبط مؤشر السوق بنسبة 0.28%، وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت نحو 0.01%. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى محمد عبد الوهاب التيبي إليكم. شكرا لك يا عين. الآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. نعود مرة أخرى إلى آية كفوري، إليك آية. شكرا لكم، والآن محليا وعالميا نتعرف على أخبار الرياضة. احتل المنتخب الوطني للشباب المركز الثاني ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد خسارته من نظير السعودي في المباراة النهائية بضربات الترجيح بواقع 5-3. وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح المنتخب السعودي ليتوج بلقب البطولة. أعلن اتحاد الكرة تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي مدربا للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعاون ميكالي كل من تياغو كونيا المدرب المساعد وليوناردو فاغونداس مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء. وتمكن ميكالي من قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي أول ذهبية أولمبية للسامبا، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما على الميدالية الفضية كوصيف لكأس العالم للشباب عام 2015. يحل الأهلي الآن ضيفا على الاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. تعادل لايبزيغ مع مضيف شتوتغارت بهدف لمثله في الجولة الأولى من الدوري الألماني، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها تغلب كولين على ضيفه شالكا بثلاثة أهداف مقابل هدف. فاز مانشستر سيتي على مضيف ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. هدف الضيوف حمل توقيع إيرلينغ هالاند ليخرج مانشستر سيتي فائزا من موقعته الأولى في الموسم الجديد من البريمير ليج. انتهت الجولة الرياضية، عودة إلى ريهام ومحمد. شكرا آية. ونتحول الآن للتعرف على أهم أنباء الطقس تستعرضها لنا في وقفة أخيرة في نشرة التاسعة آية كفوري مرة أخرى، إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن نتعرف على أحوال الطقس محليا وعالميا.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن محافظة الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 32، 24، مطروح 31، 24، بورسعيد العظمى 33، الصغرى 25، والإسماعيلية 36، 24. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 35، الصغرى 24، العريش 32، 24، طابة 36، 27، وشرم الشيخ 40، 29، والغردقة 40، 29. أيضا الأقصر العظمى 42، الصغرى 28، أسوان 43، 29، والوادي الجديد 41، 26، وشلاتين العظمى 39، الصغرى 29، وأخيرا حلايب 35 والصغرى 26. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناويننا. الرئيس السيسي يوجه بإضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة. مصر تدعو إلى وقف إطلاق للنار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 11:30 مساء بتوقيت فلسطين. القوات الروسية تعلن تدمير ترسانة ضخمة من الذخائر قدمها الناتو لأوكرانيا. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور زكريا، ازيك يا عبد الحميد؟ كله تمام. خدتوا بالكم من موضوع البراكين ده بتاع البركان والانهار من الحمم البركانيه وحاجات زي كده؟ حد فيكم بيحب البراكين ولا مين هيحب البراكين؟ في ظواهر طبيعيه صعبه غالبا. انا اللي تعبان في دماغي. ربنا يحميك. طول عمري والله العظيم عندي انجذاب غير مبرر لمشاهده البراكين. هي بتبقى الصور دي ما اعرفش لها شكلها مختلف، بس احنا ربنا يحمي بلدنا الحمد لله. يعني الله الحمد لله، الحمد لله. احنا كده 100 فل و4، بس غير بقى انا لازم اخضع لعلاج صح. انا حسيت بيكم وانتم بتبصوا لي كده، حد بيحب البراكين؟ انا طيب يا حبيبي، ربنا يكون في عونك وبتاع. حلقه موفقه ان شاء الله. انا هخضع للعلاج. اشكركم، شكرا يا ريهام، شكرا يا عبدو، واستاذنكم نبدا فقراتنا.